أبو حطيش حياك الله. اليوم أنتم شنو تريدون من المادة 140 بداية؟ طلب للمادة 140 تسهيل أمور أهل البصرة. البصرة الوحيدة المضررة يا أختي بالمحافظة كلها محافظة البصرة من دون محافظات العراق. ليش؟ محافظات كردستان الشمالية كلها استلمت على 20 مليون وقطعت أرض. نعم. وأهل البصرة ليش لحد الآن ماكو على 10 ملايين؟ بزمن 2011 كانت ال 10 ملايين تجيب لها قطعة أرض. هسه ال 10 ملايين ايش تسوى يا أختي؟ يعني صار المتر ب 10 ملايين صارت. ومستخسرينها بهالفقراء هاي. شو الاشكال؟ ما اعرف. وثاني شيء شايف الازدحام زين، شيخ شنو السبب يعني انتم لحد هذا اليوم ما مستلمين؟ هو هذا القانون شرع بعد 2003 المتضررين من النظام السابق ومن الحروب. اليوم احنا ب 2024، على مدى هاي السنوات شنو السبب لحد الان انتم ما مستلمين؟ والله يا اختي ما اعرف. بالبصره الوحيده يعني ليش مناطق الشماليه كردستان استلمت على 20 مليون وقطعه ارض؟ والبصره لحد الان ما استلمت اي شيء، شنو السبب؟ ما نعرف تاخير منين؟ من حكومتنا؟ ما اعرف شنو السبب، ما عندنا مطالب البصره، ما عندنا احد يطالب حقوقها؟ والله يمكن. زين، يعني بحثتوا عن الاسباب؟ قابلتوا مسؤولين؟ اختي نقابل من؟ يعني احنا كل ما عندنا اعضاء البرلمان محافظه البصره. جاي نراجعهم، اكو من يستجيب لنا واكو ما يستجيب، يعني واحد او اثنين يا اختي ما يسوي شيء. المفروض كل اعضاء برلمان البصره يوقفون ويا اهل البصره ويا محافظتهم. زين، كاجراءات شنو اللي صار؟ يعني انتم قدمتوا؟ احنا قدمنا. زين، وهسه بأي عام قدمتوا؟ قدمنا 2011 معاملاتنا 2011. ايه زين، ايش قد اعدادكم شيخ؟ يعني اعدادنا تقريبا مليون، اقل مليون، مليون مليون شخص فقط من البصره؟ ايه اهل البصره. ايه زين، انتم شنو يعني من اي ناحيه متضررين؟ تهجير، تهجر سياسات النظام السابق، يعني البيوت فلشت، بساتيننا دبرت، هذه اللي سميناها تعويض، تعويض بناء، مو تعويض يعني بساتين ونخل، تعويض مال بناء. يعني ما انطاكم قطع ارض، فقط المفروض انه هي فلوس البناء. عفية، هم خصصوا 10 ملايين وقطعه ارض، كل مواطن مضرر. انتوا لا استلمتوا القطع الارض ولا استلمتوا العشره. هسه مراحل سووها من 1 الى 17 او 18 على المراحل. واللي جاي يروحون اختي البغداد، ليش؟ احنا ما عندنا مصرف رافديه بالبصره؟ يا البصره يتحمل عناء السفر والمصارف هناك ويبات والظهريه قضيها كلها من الصبح نايم بالشارع، اذا ما وصل للدور او السره مالته يرجع للفندق. شنو ذنب هالمسكين هذا؟ زين، شيخ ليش ما يفتحوا لكم يعني ممثليه خاصه بالبصره؟ والله يا اختي طالبنا. والله طالبنا وحكينا ماكو احد يستجيب لنا. زين، يعني انتوا ذول المليون شخص ولا واحد مستلم؟ لا استلموا لحد الان مراحل سوا على المرحله. زين، للمرحله 18 وصلت حاليا، يعني 2011 18 مرحله ل 24، وين الفرق؟ يعني اليوم واحد رايحه بساتينه وامواله وكل شيء بالنسبه لهم فقد يعوضوه ب 10 ملايين؟ والله اختي مقبلنا على الاثاث مالنا، اثاث بيوتنا ترى عفناه وطلعنا بالليل. راح اثاث كله وانتهى بيتنا كله، انتهت راحت البيوت، وقبلنا بال 10 ملايين وقطعه ارض، بس وينها يا اختي؟ من 2011 ال 10 ملايين تجيب لها بيت، حاليا شو تجيب؟